هنناقش الكلام ده، لكن انا عندي بقى كده 10 دقايق هاخدهم من وقت حضراتكم نتكلم عن تاريخ النخب السياسيه في مصر. هو احنا ليه كده؟ يعني ليه الضعف اللي احنا موجودين؟ ليه بندور على حد يترشح امام الرئيس؟ ليه حياتنا السياسيه ما فيش فيها حيويه كده، فيها حاله من الركود؟ هقول لحضراتكم حاجه، ده تاريخ طويل قوي. هنشوف 3 انماط لعلاقات النخب بعضها ببعض. مصر شافت منهم نمطين، دول تانية شافت النمط الثالث. دي الدول اللي بنسميها الديمقراطية، عشان كده هتلاقوني في الآخر بقول لحضراتكم مصر مش ديمقراطية قوي، يعني مصر فيها بعض عناصر الديمقراطية.